شكرا الزميل العزيز كابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع، ونعود إليكم مرة أخرى من صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي وديربي كرة السلة ما بين الأهلي والزمالك. وبداية أحداث الفترة الثالثة نفكر حضراتكم سريعا كده بالتشكيل. القادة الفنية للنادي الأهلي، الكابتن أو المستر أو السنيور أوجستي بوش، أحمد الجرحي مدرب مساعد، رامي دياستي مدرب عام، طارق الغنام مدير إداري، وليد الخراط إداري، علاء لطفي إحصائي، دكتور محمد جاد ودكتور محمد أكرم محمد ودكتور هيثم الضبع أطباء للفريق، كابتن محمد علي مخطط أحمال، كابتن محمد عيسى مدلك، وحامد الكأس خدمات معاونة. أما تشكيل النادي الأهلي، علاء زهران، مايكل تومسون، عمر عزب، سيف سمير، أبو النصر، عمرو الجندي، عمر طارق، مودي الجرحي، إبراهيم الجمال، أحمد مهيب، عبد الله ناصر، ومحمود وليد. أما نادي الزمالك فالقادة الفنية فانجلس أنجل اليوناني أو كوتش بي كما يطلقون عليه، مدرب العام كابتن ياسر عبد الوهاب، مدرب مساعد سمير جوده، مدير اداري كابتن مصطفى محسن، والاداري كابتن رامي العايدي، مخطط احمال دكتور محمد سعيد، طبيب اسلام جمعه، مدلك محمد مسعد، احصائي ماهر الانور، ومصطفى محمود محلل اداء. اما تشكيل نادي الزمالك، احمد ياسر، عمر هشام، احمد حاتم، ادهم عصام، ادجار سوزا، احمد اسامه، مصطفى كيجو، ومحمد حجازي، معاذ ايمن، سليم العسوي، حازم المشد. ده تشكيل نادي الاهلي وتشكيل نادي الزمالك. وانتهت احداث الفتره الاولى او الكوارتر الاول بتقدم نادي الزمالك 23-14، ثم ازدادت المباراه اثاره وسخونه بتعادل الفريقين في احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني 32-32. هقول لحضراتكم كده على بعض الاحصائيات بالنسبه لاحداث الفتره الاولى والفتره الثانيه. النادي الاهلي على الثري بوينت شوت في الفترة الأولى أو الكورتر الأول شاط محاولة واحدة ونجح في تسجيلها، أما نادي الزمالك فشاط 8 محاولات نجح على 3 بوينت ونجح في تسجيل 5. في الكورتر الثاني انتفض الأهلي بسبع ثلاثيات محاولات نجح في تسجيل 3، أما نادي الزمالك 7 محاولات نجح في تسجيل 1. أما الفاول شوتين أو الفري ثرو، النادي الأهلي في الكورتر الأول 7 محاولات نجح في تسجيل 5، نادي الزمالك 5 ونجح في تسجيل 4. الكوارتر الثاني الاهلي نجح في تسجيل واحده فقط وهي المحاوله الوحيده، اما نادي الزمالك 4 محاولات منهم 2 ان. تشكيل النادي الاهلي اللي نازل دلوقتي، عمرو علاء زهران، عمر طارق، عمرو الجندي، احمد مهيب، ومايكل تومسون، ده خماسي النادي الاهلي او الستارت لاين اب. وادي الهجمه اهلاويه، وادي اول نقاط المباراه وتقدم لنادي الاهلي عن طريق عمر طارق بنقطتين، خماسي نادي الزمالك كيجو، ادهم عصام، ادجار سوزا، احمد ياسر، وعمر هشام، والكره زملكاويه. ادي كيجو لادجار سوزا لكن هوش وراح ووصل ما بينجحش في التسجيل، بلوك حلو من عمر طارق، وادي الفاست بريك اهلاوي ومهيب على الثري بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الزمالك، عمر هشام، وادي تراي وكيك اوت لادجار سوزا وثلاثيات ادجار لكن ما بينجحش ايضا في التسجيل، على السكند شوت يلم على طول نادي الزمالك، ادجار سوزا، سوزا والسكرين من كيجو يحاول يتعمل عليه دبل تيم لكن عدى ادجار ولسه الكره معاه، طلع لكيجو، كيجو على الثري بوينت قبل ال 24 ثانيه ما بينجحش في التسجيل، فين الريباوند يا شباب؟ فين الريباوند يا اهلي؟ وادي سوزا وتراعى الباسكت لكن بلوك ثاني روعه من عمر طارق، عمر طارق بلوكين اوتسايد زملكاوي، 8 ثواني على انتهاء الزمن الهجمه، ادجار سوزا حاول تعمل له سكرين لكن قرر الاختراق ووصل ما بينجحش في التسجيل، والسكند شوت على طول كيجو ياتي بها بالتعادل 34-34. هجمه اهلاويه، يبدا الهجمه عمر طارق، عمر لعمرو الجندي والسكرينات هترسى على ايه؟ لاحمد مهيب، بنتريشن يتراجع عن موقفه لمايكل تومسون، مايكل عمرو الجندي، عمر طارق تحت الباسكت و 3 سكند على عمر طارق. اوتسايد لنادي الزمالك، ادجار سوزا هيطلع الاوت لادهم عصام، ادهم عصام عدى قبل الثمان ثواني، ادهم لسه مع الكوره لادجار سوزا يعمل الستيل حلو عمرو زهران لكن سيء الحظ، الكره رجله تدوس على اللاين كده وتروح الكره لصالح نادي الزمالك.
اوتسايد للزمالك و14 ثانيه زمن الهجمه المتبقيه لنادي الزمالك. سكرينات توصل عمر هشام معاه احمد حمدي او احمد مهيب عفوا، يوصل عمر هشام يطلع كيك اوت لاحمد ياسر للشوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الاهلي وادي مايكل تومسون وبدايه الهجمه. مايكل مره ثانيه لاحمد مهيب، مهيب يحاول يخبطها لكن تروح لادجار سوزا في فص بريك سريع وينجح في تسجيل نقطتين ادجار سوزا. مايكل تومسون تقدم زملكاوي 36 34 7 دقائق 35 ثانية على انتهاء احداث الكورتر الثالث. سكرينات لمايكل تومسون، مايكل وكيك اوت لعمرو الجندي وثلاثات عمرو الجندي وينجح عمرو الجندي في اضافة ثلاث نقاط وتقدم للنادي الاهلي بفرق نقطة 37 36 7 دقائق 20 ثانية اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكورتر الثالث. سوزا لاحمد ياسر والهاند اوف مع عمر هشام، سكرين لعمر هشام بيحاول يلعب واحد على واحد بيبصي ويطلع لكيجو لكن كيجو يلحقها ويشوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. عمرو الجندي على الديفنسيف ريباوند على طول بيطلع لعمرو زهران واخترق قطع عمرو زهران ما بينجحش في التسجيل لكن يحصل على خطا شخصي عمرو على زهران. كابتن احمد الجرحي من بره بيقول له بشمالك خلص، صح يا عمرو بشمالك خلص. هنا الحكم قال ايه؟ الحكم قال مش تو شوتس اوت سايد. تغيير في صفوف نادي الزمالك، اسلام سالم مكان ادجار سوزا واوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون هيطلع يسلم لعمر، عمر طارق اللي بيطلع عمر طارق ويسجل نقطتين. عمر طارق نقطتين للنادي الاهلي يوسع الفرق الى ثلاث نقاط. عمر هشام من نادي الزمالك ياخد السكرين من كيجو يخترق يوصل ويحاول لكن ما بينجحش في التسجيل. عمر طارق على طول ديفنسيف ريباوند فص بريك اهلاوي لاحمد مهيب وينجح احمد مهيب في اضافه نقطتين على طول. كوتش بي يطلب تايم اوت يوسع الفرق النادي الاهلي الى خمس نقاط 41 36. ازدادت المباراه اشتعالا وحماس زي ما كنا متوقعين عزيزي المشاهد. ديربي كره السله النادي الاهلي ونادي الزمالك. تايم اوت يطلبه فان جلاس انجل او كوتش فان جلاس انجل او كوتش في لصالح نادي الزمالك. في احداث هذا الكوارتر محاولتين من النادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل محاوله لعمرو الجندي، اما نادي الزمالك اربع محاولات على 3 بوينت لم ينجح في تسجيل ولا محاوله. لسه ما دخلناش في الفاول شوتنج 6 دقائق عزيزي المشاهد 33 ثانيه على انتهاء احداث الفترة الثالثة او الكوارتر الثالث. احب افكر حضراتكم تاني ان ايهاب امين برغم اصابته ودخوله قريبا العمليات ان شاء الله يقوم بالف سلامة الا انه متواجد في ارضية الملعب لتشجيع زمايله. اما عمر مروان سرحان فنتمنى له العودة سريعا ان شاء الله من اصابته. كل يعني لاعبينا ان شاء الله بالف سلامه. ايضا يعني بنتمنى السلامه لاحمد عاصم وياسين ياسر وعلي حجازي وانس اسامه. يمكن انا ما ذكرتش انس اسامه في الكوارتر الاول فانا يعني معلش انا اسف. الف سلامه طبعا لرباعي نادي الزمالك والف سلامه لكل لاعبينا ان شاء الله وربنا يبعد عنهم شر الاصابات. رجعنا تاني للملعب وبدايه استكمال ليه بعد التايم اوت. اوتسايد زملكاوي احمد حاتم عبد اللطيف في تغيير سريع من كوتش في ليه احمد حاتم ونزول ارضيه الملعب. اسلام سالم بيطلع لعمر عمر هشام دفاع مان تو مان نادي الاهلي ونادي الزمالك ايضا دفاع مان تو مان. سكرينات عشان ادجار سوزا يطلع معاه عمرو الجندي اللي بيعمل هيلب لكن يخترق على طول وادي البلوك الثالث ليه عمر طارق لكن باصة متسرعه شويه يقطع في السكه اسلام سالم ويسلم لعمر هشام يطلب السكرين لاسلام سالم مره ثانيه. اسلام وسكرين من مصطفى كيجو يحاول يخترق وهيطلع كيك اوت لكيجو. كيجو لاحمد حاتم اللي شاط 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. مايكل تومسون على طول يلم
الديفنسيف ريباوند، وادي تراي على الباسكت من احمد مهيم، ينجح على طول انه ياخد خطا شخصي وفاول على كيجو، خطا شخصي ورميتين حرتين على مصطفى كيجو. احمد مهيب على تنفيذ الرميات الحره واولى الرميات الحره في احداث هذا الكوارتر، وبالمناسبه كيجو عنده خطأين شخصيين، وينجح احمد مهيب في تسجيل الرميه الحره الاولى، يوسع الفارق الى 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. وادي الرميه الحره الثانيه، احمد مهيب ما بينجحش في التسجيل، كيجو يلم على طول. ادجار سوزا، سوزا مع عمرو الجن، عمرو زهران، عمرو نازل له مخصوص، قلب النادي الاهلي زون ديفنس، لا لسه مان تو مان. سوزا ليه عمر هشام، كيجو تحت الباسكت بيهوش مع عمر طارق، تخبط في ايد عمرو زهران وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. 4 ثواني على انتهاء احداث، او عفوا 4 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، 4 ثواني36 زمالك 42 الاهلي. احمد حاتم لسوزا اللي خلاص هيشوط، شاط فعلا ما بينجحش في التسجيل على طول. مايكل تومسون يلم على الريباوند، مايكل ياخذ سكرين من عمر طارق، يستنى عمر طارق مره ثانيه وياخذ سكرين المره الثالثه. وادي عمرو الجندي يطلب سكرين هو كمان، عايز يلعب على الانسايد، يحاول يخترق، يسلم الكيك اوت لمايكل تومسون اللي بيطلع الكيك اوت مره ثانيه لعمرو الجندي، وثلاثات عمرو الجندي. عمرو الجندي ينجح في اضافه 3 نقاط مره ثانيه، والثلاثيه الثانيه ليه على المستوى الشخصي في احداث هذا الكوارتر. وسع الفارق الى 9 نقاط مع انتصاف احداث الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث. احمد حاتم عبد اللطيف اللي بيعدي ملعبه هو البوينت جارد دلوقتي. احمد حاتم لاسلام سالم ومعاه مهيب، يلعب واحد على واحد تحت الباسكت والسيمي هوك ما بينجحش في التسجيل، يلم مهيب على طول ويدي لمايكل تومسون اللي بيهدم ملعبه. مايكل ليه عمرو الجندي، عمرو الجندي، عمرو الجندي، هارد لك يا عمرو، ما بينجحش في التسجيل عمرو الجندي. يلم على طول نادي الزمالك 36-45 على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. كيجو واقف بالكوره، سلم لسوزا، سوزا لسه كرة مع سوزا، حاول اخترق لقى الطريق فاضي بالشمال وينجح في تسجيل نقطتين ادجار سوزا. مايكل تومسون من الاهلي ياخذ السكرين الاولاني، يهدم ملعبه، بيشاور على الخطه المتفق عليها. مايكل، مايكل لسه كرة مع مايكل، اخترق مايكل من بعيد، حاول يسلم لكن في السكه تقطع على طول وتروح للنادي الاهلي مره ثانيه. وادي مايكل تومسون من لعب من بعيد، مايكل تومسون نقطتين في جعبة النادي الاهلي عن طريق مايكل تومسون. مايكل وادي ادجار سوزا ومعاه مان تو مان قوي من عمرو علاء زهران، كيجو واختراقات كيجو، وصل كيجو، نجح كيجو في تسجيل نقطتين. مايكل تومسون ويبدا الهجمه السريعه، تاج هنا النادي الاهلي يسرع من ادائه شويه في انهاء الهجمات. عمر طارق يحاول لكن الكره تتقطع منه وتروح اوت سايد، وفي اصابه كده. سلامات لعمر طارق لاعب النادي الاهلي، الف سلامه لعمر طارق. طمن على عمر طارق، في تغيير؟ لا لسه ما اذنش بالتغيير. قام عمر طارق بالسلامة، سلامات لعمر طارق. وحصل تغيير في صفوف نادي الزمالك، خرج كيجو ونزل حازم المشهد. كيجو عشان نعرفكم بس سريعا كده، كيجو عنده خطأين شخصيين، اوتسايد اهلاوي اتعمل الستيل في السكه لادجار سوزا، ادجار وصل، ادجار ما نجحش في التسجيل لكن حازم المشهد بسن كده ينجح في تسجيل نقطتين ويعمل الفولو لدقائق الفارق الى 5 نقاط، 3 دقائق 18 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون يبدا الهجمه للنادي الاهلي. مايكل كان فضيله عمر طارق، وادي مهيب بيهوش لمايكل تاني، سكرين من عمرو الجندي، عايز الميس ماتش، لا الميس ماتش هيديله ولا هيخترق، وقف عمر طارق اللي شاط، هي جت لكن ما اتحسبتش،
لان ال 24 ثانيه كانت صافرتها او البازر بتاعها كان اسرع من شوطة عمر طاهر. هارد لك يا عمر، وادي كره على طول تروح لنادي الزمالك. عمر هشام لاحمد حاتم عبد اللطيف، احمد حاتم لسه الكره معاه لحازم المشد، يسلم لاسلام سالم بيدور على الثلاثيه اسلام. وادي هنا في خطا شخصي على مهيب واوت سايد لصالح نادي الزمالك. خطا الشخصي الاول على مهيب، احمد ياسر في التبديل بدل من عمر هشام في نادي الزمالك في صفوف نادي الزمالك. 42 زمالك 47 الاهلي، دقيقتين 39 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ست محاولات لنادي الزمالك على 3 بوينت لم ينجح في تسجيل ولا واحده. احمد حاتم عبد اللطيف من الزمالك لادجار سوزا، ادجار لاحمد حاتم مره ثانيه بيحاول يخترق، لا الطريق فاضي، طلع الكيك اوت لادجار سوزا، ادجار بيهوش وقف شوط على 3 بوينت في اخر 3 ثواني ما بينجحش في التسجيل، بيموت عليها عمرو الجندي لكن بيلمها اسلام سالم ويتراي على الباسكت ما بتجيش، لسه عمرو الجندي معاه الكوره. هنا في ايه؟ هنا في خطا شخصي على حازم المشد. حازم المشد رقم 55 وارتكب خطا شخصي. فعلا رقم 55 خطا الشخص الثاني على حاتم المشد، حازم المشد. اوتسايد اهلاوي دقيقتين 19 ثانيه لسه النتيجه والفارق لصالح النادي الاهلي 5 نقاط. مايكل تومسون، مايكل يسلم للجندي، هاند اوف مع مايكل مره ثانيه، سكرينات للنادي الاهلي. مايكل يا سلام لو بص على الميس ماتش، عمرو الجندي بيسلم لعمرو زهران، عمرو يحاول يخترق يلف ويطلع للجي عمر طارق، اسيست روعه ودنك ولا اروع لعمر طارق. عمر طارق لكن نفتكر الاسيست لو شفناه في الاعاده، عمرو زهران يعمل اسيست ما فيش احسن من كده لعمر طارق، يستغل الهديه بدنك ولا اروع للنادي الاهلي. ادجار سوزا، سوزا السكرينات ميديام سوزا شوت نجح في التسجيل، نقطتين ادجار سوزا. لسه الفرق 5 نقاط، اخر دقيقه 35 ثانيه في احداث الكورتر الثالث. مايكل تومسون، مايكل يقابله سوزا، عمرو الجندي، عمر طارق تحت الباسكت يلف ويرتكز بشمال بيمينه وما ينجحش، حظك وحش يا عمر. تروح الكره لاسلام سالم في نادي الزمالك. اسلام عدى، اسلام خد السكرين من المشد بيدور عليه، المشد فاضي على الاوبن شوت 3 بوينت شوت نجح في تسجيل اولى الثلاثيات لحازم المشد. 55 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثالث او الفتره الثالثه. مايكل تومسون يضيق الفرق الى باسكت او نقطتين لصالح النادي الاهلي. عمر طارق استلم لف وخطا شخصي على حازم المشد، خطا شخصي على المشد وتغيير في صفوف نادي الزمالك والنادي الاهلي. حازم المشد يخرج ينزل كيجو، عمر هشام ينزل بدلا من اسلام سالم، وعمرو زهران يخرج وينزل ابو النصر. ٤٢ ثانية على نهاية الكوارتر الثالث و14 ثانية على نهاية زمن الهجمة. ابو النصر لعمر طارق لمايكل تومسون، مايكل سكرينات، مايكل لسه لعمرو الجندي اخر 5 ثواني، وعمرو على 3 بوينت لكن قصيره واير بول وتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. اوتسايد 28 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. 47 زمالك 49 الاهلي. احمد حاتم عبد اللطيف لكيجو، كيجو يدور على سوزا، سوزا بياخد السكرين لكيجو اللي بيباصي لاحمد ياسر لكن ما تعمل عليه دفاع قوي. عمر هشام، احمد حاتم عبد اللطيف على اوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل نقطتين واول تقدم لنادي الزمالك فرق نقطه في احداث هذا الكوارتر. اخر الثواني في احداث الكوارتر الثالث، شوت مايكل تومسون وخطا شخصي يحتسبه الكابتن محمود جمال في الثانيه واللحظه الاخيره على عمر هشام بثلاث رميات حره لمايكل تومسون. 50-49 لصالح نادي الزمالك، وادي ثلاث اخطاء ثلاث رميات حره لصالح النادي الاهلي على التنفيذ مايكل تومسون. محاولتين النادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل محاوله
وادي مايكل تومسون على تنفيذ الرمية الحرة الأولى. مايكل ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى، يعدل النتيجة إلى التعادل 50-50. مايكل على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. ينجح في تسجيل الثانية. وادي الرمية الحرة الثانية لمايكل تومسون. ينجح أيضا في التسجيل عشان تنتهي أحداث الفترة الثالثة. اثنين تقدم النادي الأهلي 52-50. دقيقتين يا زمن الراحة ونرجع لحضراتكم مرة ثانية.